السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات الكرام. في هذا الفيديو إن شاء الله تعالى سنتكلم أيها الإخوة والأخوات عن حكمة الله سبحانه وتعالى. الحكيم أيها الإخوة والأخوات هو من أدرك ومن علم أن كل شيء وأن أي حاجة تصيبه هي داخلة في مشيئة الله عز وجل. يعني أي شيء أخي الكريم يصيبك فهو داخل في إرادة الله، والله عز وجل عالم بهذا. فأنت الآن أرح نفسك من البكاء على ما فات، وأرح نفسك كذلك من مسألة أخرى، وهي أنك تقلق على ما هو آتٍ. تخيل معي، إذا علمت أن كل شيء بمشيئة الله عز وجل فستريح نفسك من البكاء على شيء قد مضى وفات، وستريح نفسك على القلق من شيء تتوقعه وهو آت وأنت خائف. يقول الله عز وجل: لكي لا تيأسوا على ما فاتكم. فيا إخواني ويا أخواتي، لنا في قصة يونس عليه السلام فائدة وعبرة. في بطن الحوت كان له أمل، وهو في بطن الحوت وهو في أشد الظلمات. تخيل ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، ثلاث ظلمات، ومع ذلك كان يدعو ودعا الله عز وجل فأجاب دعاءه سبحانه وتعالى. فما عذرك أخي من أحسست أو من دخل اليأس لداخلك ولم ترفع يديك إلى الله عز وجل وتدعو؟ ما هو عذرك؟ ما هو عذر حزنك وأنك قد انقطع رجاؤك ولم ترفع يديك إلى الله سبحانه وتعالى وتدعو دعاء ذنون عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام؟ الله عز وجل الذي أجاب دعاء ذنون وهو في بطن الحوت، أتظنه أن لن يجيب دعاءك وأنه سينساك؟ حاشا وكلا. يقول الله سبحانه وتعالى: ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فيا إخواني ويا أخواتي، لابد أن نعلم أن أمر أي أمر يقع فهو بمشيئة الرب سبحانه وتعالى، وأي أمر يقع فهو بحكمة الله سبحانه وتعالى. فالإنسان الواجب عليه الدعاء، كما كان يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: نحن لا نحمل هم الإجابة ولكن نحمل هم الدعاء. الإنسان يدعو ويدعو ويدعو وينتظر الإجابة من الله سبحانه وتعالى في الوقت الذي يريده الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.